مرحبتين بكل متابعي قناة سلام ومتابعي برنامج شيفات ليبيا. المطبخ فن، ومش أي حد يتقن هذا الفن في التشكيلات الروعة والأصناف المميزة، وكل يوم يقعد يفكر كيف بندير، وحسب الموجود في الثلاجة وحسب الموجود في المطبخ نقعد نفكروا باش نديروا حاجات جديدة للعيلة. شيفاتنا شيفات ليبيا يسهلوا عليكم الحاجة هذه في كل حلقة. الشيف منيرة والشيف زينب في كل يوم تابعوهم وسجلوا معهم المقادير والطريقة بالتفصيل وتاخذوا أحلى حاجة. مرحبتين شيف منيرة. مرحبتين ألفة. مرحبتين شيف زينب. مرحبتين ألفة. اليوم أكيد مجهزين لنا حاجات جديدة وحلوة ويقدروا الكل يديروها بكل بساطة. شيف منيرة، شن مجهزة اليوم؟ اليوم عندي فطاير او خبز هش محشي بالمفروم، حنضيف له اضافات تعطيه طعم مختلف على اي خبز درناه خلال الحلقات. تابعونا فيه وشافوه الاخوه المشاهدين وطبقوه. اليوم حنعطيه نكهه غريبه مع العجين نفسه اللي حنعجنوه، فيه مراحل وخطوات تخليه مميز بالاضافه الى الشكل النهائي الغير مالوف. او احيانا ست البيت تكون مستعجله تبي تدير حاجه لذيذه وحلوه وفيها فن، اليوم عندنا المطلوب. حنخش الكوجينه بالراي وحنديروا الخبز المحشي بالطريقه اللي حنقول عليها. نقدر نسمو المقادير ب نسمو المقادير معاك. الوجبه الثانيه شنو هي؟ الوجبه الثانيه محلبيه بالمانجا، هذه من المحلبيات المميزه والبارده يا الفه اللي تتناسب مع رمضان الكريم وتتناسب مع الاجواء السخونه اللي عايشينها الايامات هذه، حاجه منعشه، فحيكون اختيار مناسب جدا وموفق. مقادير طبق المعجنات اليوم، نحكي عن مقادير طبق المعجنات. عندي فيه تقريبا ربع كيلو لحم مفروم، عندي صل ناعم، عندي معدنوس، فلفل حلو مشوي، تحبي تاخدي تختاري تكون الوان تمام، تبي يكون احمر بس حتى هو حيعطي النكهه، الاحمر بالذات يعطي نكهه غريبه يعني للمفروم. عندنا فيه هريسه، عندنا التوابل ملح والفلفل الاسود والزنجبيل والبابريكا وشويه تومه والبهارات السبعه طبعا في الاخير الاضافات والنكهات. البهارات بالذات تقدر ست البيت لو ما تحبش مثلا طعم الزنجبيل في المفروم تقدر تغيرها وتستبدل بدائل ثانيه. اما بالنسبه لمقادير العجين بالذات حنكونوا حريصين في تنفيذ خطوات والمقدار، لانه هو السر اللي بيعطيني الهشاشه الغريبه. حيكون العجين ماهوش ناعم، ولما تاخذي لقمه تحسيه يعني من نعومته الهلبه الليل يتعجن على بعضه، يعني النعومه طيب الحلوه اللي نبوها والهشاشه الحلوه للعجينه. نعم، فيه مرحلتين. المرحله الاولى فيها ملعقه زبادي، ربع كوب من زيت الجيد، كوب من الميه، وكوب من الدقيق، وملعقه خميره، ملعقه كبيره خميره، وملعقه كبيره سكر. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه حنضيف عليه كوب من السمدينه الناعمه، ونضيف عليه كوب من الدقيق، وطبعا الدحي المخفوق بكشك خل، والزينه اللي هي جلجلان الاسعد، الجلجلان عفوا، والكمون الاسعد. والكمون. هذه مقادير معجنات اليوم هي الخبزه. مقادير العصير، اما بالنسبه لمقادير العصير عندي 2 كوب من عصير المانجا. لو كان استخدمت عصير جاهز حتطلع طعمه طيبه، لو استخدمت ايضا الطبيعي حتطلع اروع واروع. عندي ربع كوب من الميه، هنسمي المقادير بالتفصيل، 2 كوب من عصير المانجا، 3 ملاعق ونص من النشي، ربع كوب من الميه، وعندي قطعه من المانجا ومن النعناع الزينة. الحلو الزينة. وحندير لها طبقه ثانيه محلبيه المعروفه لاي ست بيت تطبق فيها القاعده الاساسيه اللي فيها، ان كل كوب من الحليب عنده ملعقه من النشي وفي فانيليا. يعني عندي هنا زوز كوب حليب، زوز ملاعق من النشي وفانيليا، وحنحلوا بتحليتنا اللي رمضان السنه ابدا ما استغنيناش عليها، اللي هو تحليه بدل السكر. فقط مش غير بديل للسكر، بديل مناسب جدا لتعزيز مناعتنا والاهتمام بصحتنا والاهتمام بنجاح وصفاتنا. صح. وتطبيقاتنا. حلو. عسل عالم النحل. عالم النحل. وصفات حلوه. شيف منيره، شيف زينب، شو مجهزه اليوم؟
اليوم يا ألفة احنا مدايرة سلطة. السلطة هذه تتكون من 7 ألوان، حتكون 7 ألوان زاهية في العين، في نفس الوقت إن هي مفيدة جدا وسهلة وحاجاتها كلها جاهزة، مش محتاجة منها تحضير قبلها، وفي نفس ولديدة. حنستخدم فيها طن الجيد، وحنستخدم فيها جبنة الجيد المطبوخة المبسترة اللي هي العلبة هذه نشوفها قدامنا. العلبة هتستخدمها شيف زينب في السلطة. به الوصفة الثانية حتكون طاجين بطاطا بيوري باللحم المفروم. هذا الطاجين خفيف جدا يا ألفة، حلو، طعمته حلوة، صغار كبار يحبوه، ممتاز جدا، ننصح به في رمضان لأنه من الأكلات المشبعة، فصطة بروتين حيواني وفصطة كارب، حيكون حلو ومشبع وفي نفس الوقت ملزلز. ما استخدمناش الخبزة، وأكيد حاجة حلوة من يديك شيف زينب، يعني ما فيش استخدام للخبزة في المعجنات من عند شيف منيرة، وهنا الطاجين الحلو المشبع من عند إيدين شيف زينب. شيف منيرة، شن هي الخطوات اللي حتبدينا بها توا للمعجنات؟ أكيد حنبدو، أكيد حنبدو بها بعدين الفطور مع بقية الحاجات. به أول شيء نفذ الخطوة الأولى اللي هي حنضيف الحليب الدافي، كوب الحليب الدافي. نقدر نستبدله بمية ولا ضروري خطواتها هي بالدقة؟ كوب المية الدافية عفوا، نقدر نستبدله أيوة. الدافية أو حليب دافي، يعني اللي أو حليب دافي زي ما نحبه. به مع السكر، مع ملعقة الخميرة، وحنضيف أيضا فيه بدائل دي ما نحكي عليها، أنا حنضيف هني زوز ملعق من الزبادي، نقدر نستبدله بحليب مجفف، نقدر نستبدله حتى بمايونيز، حيعطي لي طعم غريب، جربوا المايونيز حيعطي طعم رهيب للفطار. هذه خطوة جديدة. الخبزة هذه، وحنضيف أيضا زيت الجيد، وحنضيف كوب من الدقيق، هادو حنعطيهم خفقة بسيطة يتخلطوا مع بعضهم، نستنى عليهم ربع ساعة يعني. نستنى عليهم ربع ساعة يخمروا ونضيف لهم الإضافات التانية. الفترة هذه الربع ساعة يعني حنستغل الوقت ونطيب الكيمة، عفوا الحشوة المميزة اللي نستخدم فيها اللي هي المفروض. مكوناتها اللي مكوناتها ذكرينا بها شيف منيرة. أيوة اللحم والبصل والمعدنوس والفلفل المشوي مسبقا مع الهريسة مع الدبايل اللي حكينا عليها من أيوة. أول الحلقة حتحطيهم يعني في طنجرة عندك هادي وتبدي تجهزيها. نبدأ نجهز تمام. ربع ساعة هادي اللي حيتخمر لي فيها نجهز فيها عجينة. ده فعلا هي العجينة حتكون بالمقادير هادي هشة جدا خبيفة. وحتكون زي الاسفنج يعني. أكيد طبعا الماكينة خلطت كل المقادير، حنخليها ربع ساعة تقريبا، 12 دقائق لربع ساعة، ترتفع شوية ونجي نكمل الخطوة الثانية. خليها براحتها يعني. أيوة حنخليها على راحتها بدرجة حرارة الغرفة. الفترة هذه حنطيب الحشوة اللي حنطيبها بشكل تقليدي جدا. أول شيء حنستخدم زيت الجيد، حنحط ما يعادل 3 ملاعق أو 4 من زيت الجيد، ونقلي فيه البصل، نحط الفلفل الملون اللي شاوياته مسبقا، ويا سلام لو شوينا على البياض حيطلع دي طعم رهيبة في يعني في رمضان الكريم اكيد حنوسعوا بالنا وحنتفننوا في الطبخ اكتر واكتر. شويناه في الكوشة او على البياض او اعطيناه طعم التدخين حيطلع لي طعم رهيبة اللي فيه. نقلي البصل، حط الفلفل، بعدين بنحط بقية المكونات. تمام الدول. حنخليك شيف منيرة مع الحشوة الحلوة والعجينة، نخلوها براحتها على الآخر باش تكون هشة، ونمشي للشيف. ربي يعاونك شيف. الله يسلمك. شنو حتبدي بالسلطة ولا بالطاجين؟ حنبدو بالطاجين. تمام. شنو هي مقادير الطاجين؟ ذكريهم بها. مقادير الطاجين نفتح على الطنجرة بس عندي اللحم مفروم للحشوة، اللحم مفروم حنستخدم له بصل، وعندي التوابل حنستخدمهم للحشوة اللحم، حرارات، ملح، قرفة
وفلفل اسود، حاجات بسيطه في نفس الوقت في تنكه صح. اللحم وتعطيه ريحه فايحه وحتعطيه بنه حلوه، وما اعطيناهمش بتوابل غريبه ولا اي حاجه جديده، موجود كلها في الحوش، يسهل عليهم يديروا الطاجين الحلو حتى توا يقدروا يخشوا الكوجينه ويجربوا طاجين شيف زينب. الأكلة هذه أحسن شيء فيها إن هي ما فيهاش حاجات غريبة ولا حاجات ممكن حنحتاجه لكريمة الطبخ ونقدر نستغنوا عليها، مش شيء أساسي، لكن بقية المكونات كلها أساسية وموجودة عندنا ومتوفرة في أي حوش. في بديل آخر شيف زينب لكريمة الطبخ ولا لا؟ نقدر نستخدمه لها بديل آخر، إن احنا نبدأ بس ألفة نحط الحم تاعي نطوى سخنة نشب وصبه شوية من زيت الجيد. حنصب من زيت الجيد كمية ربع كوب، لأن هو زي ما جربناه قبل إنه هو خفيف ما يعطيش طعم قوية، فحتى لو كترنا منه مش حيعطينا وما ينحرقش، مش حيعطينا طعم شينة في الأكل. الخطوة الثانية حنحط الحم المفروم ده، وانت تحطي في الحم المفروم شيف زينب ما قلتلناش ان هي بدائل الكريمه، يعني نقدر نستخدم مثلا الزبادي اللي بدون نكهه، ولا يعني الخطوه هذه مش مهمه اساسا؟ بدائل الكريمه تقدر تستخدمي جبنه وزبده تذوبيهم مع بعضهم، لان الكريمه زي ما نعرف فيها نسبه دهون كبيره، فاحنا حنبدلوها ان احنا ناخذ جبنه كريميه نحط لها زبده سايحه حيعطينا قوام شبيه بالكريمه. هتخليه يتغير لونه، مش حتضيفي توا البصل تقريبا؟ مازال بعد ما يتغير لونه حنضيف البصل متاعي، يدبل شويه ونضيف توابلي ويكون الحم المفروم متاعي جاهز، مش حيحتاج وقت باش يطيب، مجرد ما يتغير لونه يعتبر انه هو طاب، وبالاخص انه يا ألفة انه هو حيخش للكوشه، الطاجين هذا حيخش للكوشه. في العادة نحط البصل قبل مع الزيت، انت اليوم غيرت الخطوات، مهمة يعني ان احنا نضيفه بعدين البصل بعد ما يتغير لون اللحم، في نكهة اخرى خاصة انا نحبها في الوصفة هذه ان تكون هيك، لاني انا عادة نحطه في البصل باش يدبل يا ألفة، انا ما نبيش مش محتاجاته ان هو يكون دابل، فنكهة يتقرمش شوية يعني يتقرمش شوية هابي هلبة يعني البصل ده. شيف منيرة من غادي تحرك حتى هي في الحم المفروم، يعني الريحة حلوة يمين يسار، يعني من جميع ميكس أنا وزينب اليوم حشوات حلوة ميكس جميل حيكون. شيف منيرة تستمر في التحضير. أيوة مازال العجينة تقريبا شيف منيرة، مازال شوية نعطيها 5 دقائق ثانية مستمرة في التحريك في الجهة الثانية. أحلى شيء في دخول المطبخ في شهر الكريم لما نستخدم المفروم بالذات، سريع جدا وسهل ويعطي طعم رهيب، يعني بالاضافات اللي بنضيفوها اليوم. شفتي فوستي حتى المفروم الحشوه متاعها تقدري تطيبيها بمثل ان هي تمشي تستمر معاك ليومين بدون الاضافات، يعني مجرد انك انت تحطي الاضافات باش تختلف نكهته من يوم ليوم حيعطيك يعني نتيجه حلوه. تحطوا به فتره مش مشكله في الثلاجه. الريحه هذه تخلي في افراد عائلتنا طبعا مع مشاهدين سلام اكيد كلهم افراد العائله حيتجمعوا على المطبخ. يعني جبتيني يعني اللي عندك يا منيره والمشاهدين حيتجمعوا ويشوفوا، يعني الريحه نتمنى انها توصل للمشاهدين فعلا بالذات التلفزيون يطلع الريحه مع المشاهده، يعني 2 في 1 حنعملوا عليه الاختراع هذا ونكتشفوها اكيد ونديروه للمحقات الجايه. حطيتي حاجه ثانيه من اسرار شيف منيره؟ مازال الحم عندي تغير لونه بالشكل هذا، هو حنضيف بقية الإضافات اللي هي التوابل اللي عندي من فضلك كشيك صغيرة. حاضر فضل شيف منيرة. حنضيف الملح مقدار مناسب من الملح، وحنضيف 7 بهارات. 7 بهارات هذه لو ما عنديش كيف نستبدلها؟ نقدر نستبدلها أو نقدر حتى نلغيها نقدر حتى نلغيها، مثلا نغيرها بكبابه، نغيرها بقرفه لو نحب طعم القرفه في اللحوم، فهذا يرجع للذوق. وحنضيف فلفل اسود ما نكترش، لاني انا حنضيف من الهريسه ايضا حتى الفلفل الاسود ممكن نستغني عليه باش ما تكونش حاره، زنجبيل، وحنضيف شويه بابريكا نبيلها اللون الزاهي هو حيعطيه لها بالتاكيد. الفلفل الملون فيها صبغه اكثر من الفلفل الاحمر الحار او المتوسط، تعطي لون حلو جدا للوصفات.
يعني حتى لو ان احنا حنستخدموا الفلفل الاحمر بس نقدروا نضيفوها للاكلات بتاعنا باش نتحصلوا على اللون الحلو اللي تعطي فيه. وحنضيف بعدين المعدنوس، كميه مناسبه من المعدنوس، وحنضيف الاضافه اللذيذه، اضافه محببه جدا، حطاطي 180 درجه طعم مختلف للمفروم اللي هي ملعقه كبيره من الهريسه. ويا سلام لو خليتها ملعقه ونص هريسه عربيه، هريسه عربيه صنوعه في البيت، صح موجوده في البيت، حتحسي روحك يا ألفة بالذات لما تكوني صنعتيها في البيت انك درتي انجاز بمعنى الكلمه، درتي حاجه تعبتي فيها وطعمتها تطلع حلوه. ف نهني كل ست بيت حاجه لمسات فنيه لذيذه. اي ست بيت، في ستاتنا بيوتنا شاطرات هلبه، يعدوا في الهريسة، يعدوا في حتى أكلنا الزمني، صح التوابل زي ما قال شيخ توابلنا اللي فاتت نجهزوها من نجهزوها على طول العام، مش شرط لشهر رمضان الكريم، على طول العام تبدأ موجودة عندنا. شيف زينب حتى هي من غادي تحرك في الحمل المفروم والريحة الحلوة طالعة، توا وقت البصل المفروم تاعي يتغير لونه، توا حنحط البصل. الكمية معقولة تقريبا، الكمية يعني كمية كويسة متهيألي من البصل. ايه بصلة تكون كبيرة الحجم شوي. وتستمر شيف زينب بالتحريك. شيف منيرة حتخلي الحشوة، طفيت عليها وحنخليها ونجي نستمر في عملية اهتمينا بالعجينة. ايوه نهتم بالعجينة منها يا منيرة. ارتفعت عندي حنضيف بقية الدقيق، ايوه ونضيف بقية المكونات اللي هي كوب دقيق كوب سمدينة، مش حنزيد مية إلا إذا حسيت إن العجين تشرب هلبة ودي كاسح. إذا كان نوعية ممتازة من الدقيق فحتكون هذه تبدأ هذه كل المقادير، هذه كل المقادير صح مهمة جدا شيخ. نوعية الدقيق لأنها تتحكم في 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 ملمس عجينتنا وقوامها، وقوام العجين فعلا. نلمت تقريبا العجينه وبتبدا بالملمس الحلو، ورينا كيف يكون ملمسها شيف منيره، كيف المفروض يكون القوام. ايوه قوامها بالشكل هذا، اللون الاسمر شويه، يرجع لاضافه السمدينه الناعمه ليها، طبعا كوب واحد بس استخدمنا، حنزيد نلمها وما زال حتستريح وحتستريح تقريبا طبعا من غير ما نتعب ايدينا ولا ندهش روحنا في العجن. وعجينه شيف منيره الحلوه والهشام، ماكينه العجانه نتاعهم قامت بالواجب، حتقوم بالواجب وحتريحنا وحتسهل علينا بالاضافه الى تسريع عمليه الطبخ. يعني حنلها في حاجات ثانيه 7 دقائق بدل ما ندلك العجين وندعكه كويس، فحتكون الهمر هي مناسبه جدا. جهزتي لنا الحشوه شيف زينب، شنو صاير في الحاجات من غادي الحشوه؟ اللحم تاعي دبل، اعطيته اللون الحلو نتاعها، حطيت له البصل وتوا حنحط له التوابل. قليت البصل شويه يا ألفة، اللي هي التوابل حرارات مش حنكتر منها، شويه توا شيف زينب الملح تقريبا. لازم ما نعرفوا ان الحرارات عندنا نوعين، في حرارات العادية وفي حرارات اللي هي تكون مضيوفة لها الشيبة. الشيبة هذه نوعية تانية من الحرارات نستخدمه فيها في الرز، حلوة طعمتها، لكن تو انا حنستخدم الحرارات العادية بس. حطيت حنحط قرفة وشوية حلو الحم لما يتنكه مع القرفة يعطي طعمه صديق حلوة القرفة صديقة القرفة. فلفل أسود تقدري تضيفي لها جوز تطيب، حيعطيها نكهة جدا جدا مختلفة. جدا حلوة ومختلفة. شوفي يا زين مع الحرارات حيكون ميكس حلو. أنا وأنت اليوم استخدمنا المفروم وحل إضافاتها هي حتخليه مختلف 180 درجة بين الحشوات، يعني حشوتين في نفس المكون الاساسي اللي هو الحم المفروم، لكن النكهات اللي مختلفة هي اللي حتخلي فيه اختلاف.
حتحرك شيف زينب اللحم المفروم كويس مع التوابل. خلاص تقريبا جاهز، مجرد جاهز. ما اني حنخليها ميته شويه بس تجف. أيوة. في الوقت هدايا حندير حشوه البطاطا. تمام، به حتجهزي لنا حشوه البطاطا. شنو هي مكونات الحشوه؟ مكونات الحشوه حنستخدم بطاطا مهروسه، بطاطا طايبه في ميه او مبوخه. تقدري لو ان هي ما عندكش وقت زي ما نقولوا نحطوا لها البيكنج باودر باش تعطيه في وقت قياسي. او نستخدموا طنجره الضغط نتاع الهومر حطيبها لنا في 5 دقائق فقط. عندي البطاطا المهروسة، عندي خبزة ملحية لأن حنستخدم الدحي، ففي الخبزة الملحية حتشد وتعطيني القوام اللي أنا نبيه. حنضيف لها جبنة موتزاريلا فصل الحشوة وحنضيفوها فوق بعدين باش تعطينا من غير توابل، يعني من غير توابل البطاطا، مجرد اني دايرت لها ملح. حنضيف لها شويه فلفل اسود فقط. حنضيف لها كريمه. هذه المرحله اللي اختياريه. يعني حاجه ثانيه قلتها ان البطاطا بعد ما نحيتها وسلقتها وهي سخونه دوبت فيها زبده. هذا وهي سخونه دوبت فيها زبده. اي بطاطا بيوري محتاجه اللقطه هذه حتعطيها طعمه حلوه، مش حتخلي لك البطاطا نتاعك جف او تدير طبقه. صح. حتكون ديما فريش شكلها. هي في العاده صح لما نهرسوها نخلوها تجف ويتغير حتى شكلها وطعمها. حنخليك تجهزي البطاطا وتحركي اللحم المفروم كويس وتطيبيهن كويس. شيف زينب، شيف منيره مخلي غادي تقريبا العجينه الهشة والروعة تستريح، وبعد شوي حتبدي لنا في طبق الحلويات تهتمين بها ودلعيهونا شيف منيرة زي العادة. هنخلوا الحشوة تبرد. أكيد هنخلوا الحشوة تبرد ضروري، إن لو استخدمناها وهي سخونة واستعجلنا عليها العجينة أو الخميرة اللي في العجينة حتنزل ومش حتنجح. نخلوها براحتها، فضروري إنها تبرد وتاخد راحتها. وبعدين ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي تشكيلها. تشكيلها بالشكل الحلو اللي مختارينه اختياري. حنخلو الحشوة للشيف منيرة من هنا تبرد وعجينتها تستريح وتاخذ راحتها، لانها من اهم الحاجات اليوم اللي ناويه بعدين ناخذها اول حاجة في الفطور والطاجين الروعة اللي عارفة انه حيكون اكثر من روعة من يدين شيف زينب قاعدة تجهز لنا في البطاطا. ومن ما يحبش المكونات ما تبعدوش بعيد، ما زلنا في التجهيزات. فاصل وراجعين. ان شاء الله غير ما بعدتوش بعيد، وقلنا لكم فاصل صغير وراجعين. اكيد مستمرين معانا والاطباق الشهيه والحلوه من يدين شيف منيره وشيف زينب. شيف زينب بعد شويه حتجهز لنا السلطه اللي قاعدين نراجعوا فيها، وجهزت لنا الطاجين الروعه والعجينه طبعا اللي هي البطاطا مش عجينه عاديه، يعني بدل ما نستخدموا الخبزه. شيف منيره جهزت لنا المعجنات وطاجين خفيف وشكله سهل وما في ما يكلفش وما فيش اي حاجه زياده عن الحوش من يدين شيف زينب. هنرجع معاك شيف منيره، العجينه شن صاير فيها؟ العجينه استريحت وخمرت، قسمتها في الفاصل 4 أجزاء وغطيتهم وحنبدا نشتغل بها على طول. كل قطعه ناخدها حنحلها. شوفي العجين بعد مرتاح ماشي معاك كيف ماشي معاي؟ مفيش بس ندير لها دقيق حتى من السطح لو حسيتها بتلصق. وحنحلها بشكل بيضاوي بالطريقه هذه. طيب الشكل زي ما يحبوا هم يعني يديروا. الشكل المره هذه انا حبيت يكون بالطريقه هذه. يقدروا اليوم الشكل على اختيارك. على اختياري. يقدروا يحلوه طبعا السيدات او كل من يحب الكوجينه ومشاهدينا على طريقتهم. انا حنحله وحنشكله تشكيله شويه فيها حركات وشويه فيها جمال، حيطلع لي معجنات لكن بشكل مختلف شويه. فنزيد بايديا نحل ونساوي العجينه بالطريقه هذه. نجي نقسمها من نص جزئين ونجيب طاجين مناسب. هنقرب الحشو هنجيب طاجين مناسب. المره هذه هنستخدم الطاجين اللي معروف ان احنا نستخدمه فيه في الحلويات، صح، في التشيز كيك وفي حلويات معينه، او اي طاجين او قالب انت مستريحه فيه تقدري نستخدمه. هذا حيكون عملي شويه في الطريقه هذه، يسهل عليك. اول شيء حندير طبقة صغيرة من جبن الموزاريلا أو أي نوع من الأجبان أنت تستخدمي فيه.
الموجود الموجود. هنحط الحشو في الزاوية، شوية حشو في الزاوية بالشكل هذا، في الزاوية هذه بطريقة مايلة شوية، نحاول إن ما يكونش لنهاية العجين، وأيضا نجي نحط في الزاوية المقابلة لها بالشكل هذا. الخطوة هذه يعني مهمة نحطه في الزوايا يعني شيف منيرة، أنا عن نفسي مركزة معاك بنشوف اللمسات وكيف حتسوي العجينة وتشكلها لنا. حطيتها في الزاوية لأني حنلفها وحنسكر عليها بالطريقة هذه، حنلف على هيئة مخروط ونبدأ نبرم فيها بوصف أدق لنوصل المنتصف. نوصل المنتصف نوقف اللفان ونجيب بنفس الطريقة للزاوية الثانية، نحاول لما نحط العجين يكون متناسب باش يجينا ارتفاع العجينة بحشوة زي بعضها، يعني ما فيش تنافر في الشكل، واحدة معبية شوية واحدة هلبة. فحنجي نسكر على الحشوة من هنا ونلف بنفس الطريقة لحد ما نوصل للمنتصف، حطهم مع بعضهم، كونولي شكل مخروطي متلاقي في النص بالطريقة هذه، ونحطها في الطاجين اللي أعدته لها، ونحاول ديما نخلي شوية فراغات بيناتهم بين هذه والتانية، لأن العجين حيرتفع وحيسد كل فراغ. نفس الطريقة نجي حنديروا العجينة الثانية الموزاريلا. الخطوة هذه مهمة أن تكون العجينة مرتاحة كويس وواخدة وقتها باش تاخد سهولة صح في الحركة صح؟ باش يرتاح لما أني نفرده. لو نلاحظوا في العجن كلنا لما نستعجله عليه لما نفرده معاش يرجع معاي يمط ويستريح ويتشكل كيف ما أني نحب تماما. نجي نحطها بشكل مخلوطي، هني حطيت العجينة شوية مش حتجي مرتفعة، حنزيدها مقدار مناسب وحنستمر نفس الخطوات. نجي نلفها على هيئة مثلث صغير، نسكر، نبرم بالطريقة هذه، نوصل للنص نوقف، نجي نوصل الجبنة وقفه خلاص، نوصل للنص نوقف. نجيب نفس الطريقة من الجهة الثانية نسكرها من هنا ونلفها، وبعدين نبدأ نلف لنوصل للمنتصف بالضبط وبنفس الطريقة نرتبها في الطاجين. هنخلي شيف منيرة تستمر في بقية العجينة وتجهزين كمية للفطور والسحور زي العادة، وللصغار اللي بيفطروا غدوة ويتغدوا. شيف زينب ونواصلة في الطاجين. خديت يا ألفة العجينة البطاطا اللي درناها حطيتها في طاجين، حتى أنا شيف استخدمت طاجين تشيز كيك اليوم لأنه حيسهل علي، بدتنا هي بطاطا مش عجينة، حيسهل علي أن أنا نطلع القاعدة متاعها بدون ما يتغير الشكل. في نفس الوقت استخدمت ورق زبدة، دهنت الطاجين بالزبدة بش ورق الزبدة أعطاني يعني مساحة ويغطيها باش بعدين سهولة باش تتحول، لأن هي باش تتنحى. هو ورق الزبدة في الأساس ما يلصقش، يعني السهولة في إنه هو ينفرد، وأهم حاجة عندنا السهولة. شيف زينب فردت العجينة متاعي، فردتها بعدين سويتها، ضغطت عليها، استخدم زيت الجيد، سهل عليا جدا فرد العجينة لأنها عجينة رطبة فلازم نستخدمه دهون. أنا اخترت الزيت الجيد باش فرد لي العجينة متاعي وتكون خفيفة، لأن عجينة البطاطا اللي هي مكوناتها سهلة وبسيطة وهي بروحها خفيفة، فأنت ما تبيش تحطي معها وتكتري مكونات أخرى. شيف زينب باش يكون الطبق خفيف على المعدة صح، والكل يقدروا ياخذوها كبار الصغار. شيف منيرة مستمرة غادي في العجينة الحلوة مع لمساتها الفنية والتشكيلات المميزة. ايوه هذه حسيتها في زيادة جبنة، خليها لي وديري عليها علامة يا شيف منيرة. اكسترا جبنة. ايوه اكسترا جبنة ليا، ما دخلنيش فيك شيف منيرة. شيف زينب في طبقة اخرى تقريبا من البطاطا، في طبقة اخرى حنفردها بس شوية. هذه خطوة مهمة، خلينا نشوفوا كيف تفرديها فوقها. أنا ما درتش الطاجين كأنه تارت يعني مسكر من الجناب، حلو إنه يبان الطبقات متاعنا في لما ناكلوها. لما الطاجين بعدين نصون شوفوا طبقات حلوة صح، وكل طبقة بروحها، وديما نستخدم زيت الجيد باش يسهل علينا صح الفرد. يعني في فرق بين ان انا كيف كنت نستخدم في يدي تفردي بروحها صح من دون زيت صح،
وبعد الزيت، حيسهل عليك وفي أسرع وقت. واضح كيف سهلها. طبقة البطاطا على حسب الرغبة، رقيقة قصدك ولا رقيقة أو سميكة؟ أنا كيف بنسألك عليها، نقولك تو أنت الطبقة اللي ديري فيها رقيقة شوية، نقدر عادي نخليها سميكة شوية ولا لا؟ على حسب الرغبة. على حسب عادة الطبقة اللوطية هي اللي تكون سميكة أكثر من الفوقية. ف سحرتينا بأطباق فيها البطاطا معشوقة الجماهير وتسهل دخول المطبخ وهالبطرق في أعدادها، فما شاء الله من غير مدويلة هيك يا منيرة بشتخدي أكبر طرف. أنا عارفة تتشيخ منيرة أنا من تو أنا قاعدة نهدرز عليها وجنبها شيف زينب بشتخلي طرف الكبير ليا بعدين لما نفل الفطور. أيوة شيف زينب، وما زالت تستخدم في زيت الجيد باش تشكليها من فوق وتعطيها الشكل الحلو. لازم تكون مساوية تقريبا، لازم تكون فيها أي مساوية الأحسن. احنا نحب الشكل أكيد، حتى ست البيت تحب تركز على الشكل العام. أقل شيء يعني ممكن إن احنا نحضروه إن طبقاتنا تكون متساوية، عجينتنا على طريقة شيف منيرة حتكون متساوية، حتعطينا شكل حلو. مهم جدا الخطوات هذه في سفرتنا الرمضانية، حيكون شكلها جميل بأبسط الحاجات. يعني احنا حاضرينها فنركزوا على الشكل وعلى التساوي في الله ما يضيع لنا تعب زينب، ولا يضيع لأي ست بيت التعب، فقط التركيز وحب الحاجة لما تديريها، الطبخ أو أي شيء أنت متخصصة فيه تحبيه حتبدعي فيه أكيد وحتديريه بنجاح. صح، أهم حاجة محبة الحاجة لما تديريها، ما تخشيش وأنت زعلانة وتديري لنا حاجة مش حلوة، لأن المطبخ يبي نفس ويبي وسعة بال ومحبة زي شيف زينب اللي قاعدة تساوي بكل فن يواسوي هنا كويس. شيف زينب من فوق بزيت حيعطي لمعة للبطاطا وقرمشة في الطبقة الفوقية حلوة. يعني هذه اللمسة مهمة، الخطوة هذه اللي هي نعاود ندهنها تاني بزيت الجيد. واهم شيء زي ما نقولوا ان الطبق متاعك الحاجات اللي بتستخدميها لها لازم تكون حاجات كويسه نعرفوا نختاروها. اكيد كل ست بيت ترتاح في نوعيات معينه، زي ما احنا ارتحنا في المنتجات اللي عندنا واللي نستخدمه فيها واعطتنا النتيجه اللي احنا نبوها، النتيجه المطلوبه. اكيد حنستخدم منتجات اكسترا وحاجه كويسه زي منتجات الجيد وعالم النحل اللي نستخدمه فيها ديما، لأنها منتجات كويسة وماكينات الهامر بكل أنواعها، سواء كان المعجنات استخدمنا العجانة واستخدمتها قبل شوية شيف منيرة، واستخدمنا أيضا الشواية في حلقاتنا. هذه كلها باش تسهل علينا حركتنا في المطبخ وتسرعنا في الفطور، لأن شوية ثاني يدنا علينا المغرب ونوعدك من غير فطور مشكلة شيف منيرة. حيسين ومفرشين ومعطلين بالضبط. فديما سياسة أو ثقافة الاقتناء هذه، لما نختار حاجة جيدة وممتازة حتعمر معاي، حنقتصد فترة طويلة وحنقتصد، يعني حنكون ست بيت اقتصادية وناجحة. كلفتني مرة لكن مش حتكلفني مرات تانية، وحتعيش معاي مدة طويلة وتساعدني. نشوفوا شيف منيرة كيف قاعدة تشكل في العجينة. شيف زينب من هنا السلطة تقريبا، أنا كملت الطبق الطاجين متاعي، حطيت موتزاريلا من فوق حيعطيها طعم وقوام متاع الموتزاريلا وشكل حلو. ومع التحميرة متاع زيت الجيد حتبدأ حاجة واو روعة. توا حنبدا في تحضير السلطه اللي هي استخدمنا فيها زي ما قلنا. تقدري تستخدمي اكثر من 7 ألوان، تقدري تستخدمي حتى 10 ألوان، تخليلها الوان مختلفه حتى جسمنا حيفرح بها لان الجسم يحب الالوان. هي الوان حلوه توا نشوفها يعني جدا، الوان روعه. حاجه الاصفر ايوه، هذا اللون مش عادي. تمام، مكونات حاجات حلوه، حاجات روعه شيف زينب بالالوان حلوه. هي تقريبا الفاصوليا الحمراء، فاصوليا الحمراء حلو ان نستخدموها في السلايد، ما تستبدلش بالبيضه يعني عادي. كل واحدة وطعمها. أيوة كل واحدة الحلو في الفاصوليا الحمراء لونها تجذب فيها أكثر. هي واضحة من توا تجذب حقيقة. حطيت السبول الحلو، فاصوليا الحمراء، زيتون،
المتوفر عندك الزيتون يعني مش حنقيده بالالوان. انا عندي الاخضر والاسود فحطيتهم الاثنين. حنستخدم معدنوس حنحط السلطه الخضراء الخس. ما هنحطه لانه موجود عادي من غير ما نكلف روحنا، هي مشكلة ما شاء الله لها حلوة. تقدري تستبدلي تحطي المكونات اللي عندك بكل أريحية، ما فيش أي يعني مشكلة، حتعطيك الطعمة حلوة. أهم شيء الصوص، الصوص هو الخطوة المهمة اللي عندنا، وعندنا إضافة الطن الجيد، والجبنة المبسترة متاع الجيد، حتعطينا هي اللي يعني الأساس في الوصفة هذه، حتعزز. لكن باقي الخضروات كلها اختيارية. تو حطيتي برتقال تقريبا، حطيت برتقال حيعطيها لذعة حلوة، حيعطيها طعمة حلوة. حنحط لها أفوكادو. أفوكادو حتى هو اللي موجود واللي يقدر عليه ياخده ويحطه في أصل. كان عند حد موجود من غادي شيف مويرة قاعدة تدهن العجينة، دهنتها تهنيها بالزيت او صفار البيض، صفار البيض مع شويه خل، مع شويه خل. طبعا الفراغ اللي في النص هنشكل بيه ورده صغيره، نبرم العجين طولينا اللي بكري يشوفوني المشاهدين من لوحش في العجين اللي نقص فيه من جناب، خليته باش ندير فيه سد الفراغ اللي في الوسط، نشكل على هيئه ورده صغيره. كل حاجه نستفيد منها من لو نحطها في الوسط بالطريقه هذه والفه، تمام. نزيد ندهنا ونوزع عليها جلجلان، كمون اسعد او زعتر، اي اضافه، او الخشخاش الازرق اللي نديرو فيه فوق الخبزه، اي اضافه تفضلها وموجوده عندك في البيت تقدري تستغليها وتزيني بها العجين. طبعا استغرق مني تقريبا ربع ساعه وانا نشكل وانا نعطي فيها في الشكل النهائي، يعني مش حنخمرها مرة تانية يا ألفا، ما تستحقش إطلاقا إني نخمرها مرة تانية، ولو خمرتها فقط نعطيها 10 دقائق مش أكتر، 5 من 5 إلى 10 دقائق ترتاح فيهم، ونحطها في الرف اللي على سطح. أنا حددت تستريح شوية تاني، تمام. إذا كان كنت سريعة في الأعداد فخليها تستريح 10 دقائق، تمام. أما إذا شكلتيها ببطء وبراحة فهي طول من الفترة اللي نشتغلوا فيها وهي اللي حنبوه حنحطوها في الكوشة. نحط لك عجينتنا الحلوة في الكوشة على درجة حرارة 200، على فترة 20 دقيقة بس، من 15 إلى 20 دقيقة حطي مئوية. تمام. في الرف الوسطي شيف منيرة، في الرف اللي في السطح، تمام. كويس. شيف زينب شن صاير معك غادي في السلطة؟ شن ضفتي من مكونات أخرى؟ ضفت الأفوكادو. الأفوكادو أنا نحب أنه هو يكون فريش، يعني في اللحظة اللي حنحضر فيها سلطتي وحناكلها فيها نحطوه ونفتحوه. ولو أنك أنت قبل فترة تعصري عليه ليما قارصة حتحافظ على الخضورية متاعها بدون ما يتأكسد. تمام. حنحط شن ضفتي تاني؟ أما زي ما ضفتي شيء بعد عندي استخدمت الجبنة، جبنة جيد ان انا قطعتها مكعبات، وحنضيف عليها طن جيد، لكن الطن حنحطه في الاخير، في الاخر شيء من فوق، لمسه اخيره، لمسه اخيره. تمام. حتجهزي لنا الصوص تقريبا؟ حنجهز الصوص اللي هو بقول لك ألفة المكونات متاعه. الصوص حنستخدم فيه النعناع اليابس، حيعطي طعمة حلوة شبيهة بالفتوش، بما أنها هي سلطة خضراء وفيها إضافات حتكون طعمتها قريبة جدا من الفتوش، لأني حنستخدم دبس الرمان والنعناع اليابس. لو عندنا سماق متوفر حتى هو حيعطيها طعمة جدا حلوة. حنستخدم ثومة وبصل جاف، أنا نخلط فيهم مع بعضهم لأن أغلب الوقت نستخدم فيهم مع بعضهم. عندي ملح، حنصب لها خل بلسمك، خل البلسمك اختياري. حنصب لها زي ما قلت دبس الرمان، وحنصب لها شوية من زيت الزيتون، مش حنكتل لأني حنستخدم الزيت اللي موجود في في الطن، لأن بزيت الزيتون حرام إن إحنا ما نستفيدوش منه ومن طعمته اللي متركز فيها بنة صح، وتعزز لنا الطعم. حنستخدم ليم قارص،
كويس. حط جهزي لنا صوص شيف زينب مع الميكس سلاد زي ما شايفينها السلطة اللي بشكلها الحلو. شيف منيرة هنا شن صاير فيك؟ شن قاعدة جهزتينا الحلو ولا ما زال بتخلينا هيك في السهرة؟ وين الحلو؟ أكيد الحلو المفروض بدنا فيه هو الأول يوم يقول صار ايه مفيش صبر. خليهولنا شوية على الأقل نبدو مطمئنين إن الحلو موجود. المحلبية بتاع المانجا اليوم بإذن الله حتكون من نصيبك يا ألفة، فما تحريش أكيد أهم أبدا حيكون فيها إن شاء الله ربع كوب من المية مع زوز كوب من عصير المانجا. أيضا حنضيف لها 3 ملاعق من إنشي، نحركهم هم الأولاد على البارد، وبعدين حنضيف ايضا ملعقة صغيرة بس من عسل عالم النحل لان المانجا حلوة، ففقط حنعطيها تعزيز للطعم مع بتاعها. فمن فضلك ألفة حاضر عطيني عسل عالم النحل بالسكر شيف منيرة. تمام، المهم كترينا منها، حطي كمية كبيرة شيف منيرة باش حتى يكون الطعم حلو وتكون صحية 100% زي ما نعرفوا انه هو عسل طبيعي 100%. شن هالمنظر الحلو، اللون روعة، شايفة شايفة زينب لون المانجا الزاهي جميل جدا، وريحة المانجا حتى هي طلعت واضحة، القوام شفاف، القوام وحلو شفاف وأصفر زاهي لأن أضفنا لها نشيفة حيفتح في اللون شوية. هذه المرحلة الأولى، حنزيد الكاس هذا شوية، مازال في مراحل تانية أنت هيك في مرحلة تانية حنزيدها الألوان زي ما قالت زينب من بداية الحلقة، تحكي على الألوان في الحلويات أو في الحار في أي نوع من الأكل، الألوان لها دور كبير في فتح الشهية وفي أنك أنا بحب فتح شهيتي مع اللون الأصفر الحلو هو، ومازال حددينا خطوات أخرى شيف منيرة. الخطوة الثانية إني حنحضر المحلبية العادية بأي طريقة أنت تحبيها وناجحة معك تقدري تركبي الطبقة الثانية عليها. أنا اليوم حنستخدم زوز كوب من الحليب، وحنضيف لها تقريبا زوز كوب من النشي، ملعقتين نشي، ملعقتين كبار نشي، وحنضيف لها شوية فانيليا، وحنضيف مقدار مناسب مناسب جدا من عسل عالم النحل، وحنحرك بسرعة لحد ما عند تتكل عندي المقدار زي ما شفتيه يناسبه تقريبا 3 أو 4 كؤوس من عفوا 4 أو 3 أو 4 ملاعق كبيرة من عسل عالم النحل. هنخليك شيف منيرة تستمر في تحريك الحاجات الحلوة والطعمة اللي أكيد حتكون شهية من حلوياتنا اليوم. شيف منيرة قاعدة مستمرة في تحريك الحاجات الحلوة اللي حناخدوها بعدين، وشيف زينب والسلطة اللي حتصب عليها الصوص بعد شوية. الشكل النهائي لأطباقنا الحلوة، ما تبعدوش بعيد زي العادة وخليكم معنا. ورجعنا بعد الفاصل معكم عبر قناة سلام وشيفات ليبيا المتميزات شيف منيرة وشيف زينب والأطباق الحلوة واللذيذة من الحلو للحار للسلطة الروعة. واليوم شيف زينب وشيف منيرة لما طلعوا للسوق اخذوا الحمل المفروم مع بعضهم واتفقوا ان هم يجهزوا لنا معجنات حلوة بالحمل المفروم وطاجين روعة باش ما يكونش مكلف على ربة البيت. ان مرات توا تحاصلة تقولك شو بنطلع تاني، طلعي كيسة الحم مفروم واحدة وديري بيها حاجتين في مرة واحدة مع شيف زينب وشيف منيرة. ديما ما تحيروش وتختاروا الحاجات الروعة من مطبخنا بس، الألوان روعة زي ما شايفين والريحة تشهي. أنا مش عارفة كيف حنصبر من توا لحديت وقت الفطور. يسلموا يديكم شيفاتنا شيف منيرة وشيف زينب، أكيد حتستنوهم بكرة إن شاء الله مع أطباق شهية سهلة وسريعة فقط على قناة سلام.